بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية في مجال قواعد النحو للصف العاشر. هذه الحلقة بعنوان لا النافية للجنس، معناها شروط عملها عمل إن، أشكال اسمها وأحكامه. والآن لنتابع هذا الدرس. لا النافية للجنس، ما معناها؟ ماذا تعني لا النافية للجنس؟ تعالوا معي أعزائي الطلاب لكي نرى هذا التعريف. معناها أنها تنفي خبرها عن جنس اسمها. كيف ذلك؟ إذا لاحظنا هذا المثال، لا مؤمنة كاذب، نقول إنها تنفي خبرها. أين خبرها؟ هذا كلمة كاذب، فهي تنفي الكذب عن جنس اسمها. ما اسمها؟ مؤمن. إذن لا هنا تنفي الكذب عن المؤمنين، تنفي الكذب عن المؤمنين. إذن فكل المؤمنين صادقون. إذن نفت لا الخبر وهو الكذبة عن جنس اسمها أو عن جميع أفراد جنس اسمها هم المؤمنون. إذن لا النافية للجنس تنفي خبرها عن اسمها، تنفي الكذبة عن المؤمنين، وهكذا. لا مجتهدة فاشل، تنفي الفشل عن المجتهدين، تنفي الفشل. ولذلك قلنا عنها إنها لا نافية للجنس. ما أثرها الإعرابي أو ماذا تعمل؟ هي تعمل عمل إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولكن هناك شروط لكي تعمل لا النافية للجنس عمل إن وأخواتها. فما تلك الشروط؟ تعالوا معي لنستعرض تلك الشروط أيها الطلاب الأعزاء. تعمل لا النافية للجنس عمل إن وأخواتها بثلاثة شروط. هناك ثلاثة شروط لتعمل لا النافية للجنس عمل إن وأخواتها. الشرط الأول هو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، والشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، الشرط الثالث ألا تقترن بحرف الجر. إذا توافر فيها تلك الشروط أصبحت تعمل عمل إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن أيها الطلاب، إذا لم يكن اسمها وخبرها نكرتين يبطل عملها ويجب تكرارها. لاحظوا معي هذا المثال، لا بخيل محمود. لاحظوا اسمها وخبرها نكرتين، فماذا يحدث لو صار اسمها معرفة؟ سيبطل عملها ولن تصبح من أخواتي إن. لاحظ أيها الشباب، لا البخيل محمود، هنا صار اسمها معرفة، فخرجت هنا لا النافية للجنس وأصبحت ملغاة، وأصبح عملها ملغى ولا تعمل عمل إن وأخواتها لأن اسمها صار معرفة ووجب تكرارها. لاحظ أيها الشباب أنها كررت هنا، لا البخيل محمود ولا المسرف مقبول مثلا أيها الشباب. إذن في المثال المكتوب باللون الأصفر هنا لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها لأن اسمها وخبرها نكرتان. طيب الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، وإلا بطل عملها ووجب تكرارها. لاحظ معي أيها الشباب، لا متقاعسة في الفصل، لا متقاعسة في الفصل، اسمها متقاعس خبرها في الفصل. هنا
يتوافر فيها الشرطان، شرط النكرتين وشرط أنه لا يفصل بينها وبين اسمها. هذا اسمها كلمة متقاعس، لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. طب لو فصل بينها وبين اسمها فاصل هكذا، لا في الفصل متقاعس، هذا اسم لا متقاعس وهذه لا نافية للجنس، ما الذي فصل بينهما؟ كلمة في الفصل، في الفصل، هذا شبه، هذه شبه جملة، فصلت بين لا النافية للجنس وبين اسمها، ولذلك هنا أصبحت لا ملغاة ويبطل عملها ولا تعمل عمل إن وأخواتها. الشرط الثالث، ألا تقترن بحرف الجر وإلا بطل عملها وجر ما بعدها بحرف الجر، كقولنا لا شك الحق سينتصر. لا شك، شك هنا اسم لا أن في الجنس، والحق سينتصر خبرها. ماذا لو سبقنا لا بحرف الجر هكذا، بلا شك، بلا شك، فأصبحت هنا شك اسما مجرورا بحرف الجر الباء، ولغي وأبطل عمل ألغي وأبطل عمل لا أن في الجنس، ولم تعد تعمل كأنها إن وأخواتها فانصب مبتدأ وترفع الخبر. لاحظوا معي في الأمثلة الثلاثة المكتوبة باللون الأصفر، لا هنا تعمل عمل إن، ولكنها في الأمثلة المكتوبة باللون الأبيض هنا قد أبطل وألغي عملها، فأصبح ما بعدها مبتدأ وخبرا عاديا. والآن أعزائي الطلاب مع أشكال اسم لا النافية للجنس وأحكامه، فهو يأتي على ثلاثة أشكال. يتمثل الشكل الأول في صورة المفرد، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كأن نقول لا طالب مهمل. لاحظ عزيزي الطالب، كلمة طالبة، لا طالبة، جاءت مفردة ليست مضافة لما بعدها ولا شبيهة بالمضاف، ولذلك كيف نعربها؟ يكون اسم لا النافية للجنس مبني على ما ينصب به إذا كان مفردا، ولكن يمكن أن يأتي اسم لا النافية للجنس مضافا، كأن نقول لا طالب علم. لاحظ عزيز الطالب أن كلمة طالبة جاءت مضافة لما بعدها وهو كلمة علم، جاءت مضافة، فكيف نعربها؟ هل تعرب أن تكون، هل تكون مبنية على ما تنصب به كما هو في المفرد؟ لا، إذا أتى اسم لا النافية للجنس مضافا فإنه معرب منصوب، معرب منصوب. إذن لدينا الآن شكلان أو صورتان، الصورة الأولى أن يكون اسم لا النافية للجنس مفردا ويكون مبني على ما ينصب به، مفردا نعني بمفرد أن يكون، لأن ليس، لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف. والصورة الثانية أن يكون اسم لا النافية للجنس مضافا، وهنا يكون إعراب، يكون إعرابه منصوبا. والشكل الثالث لاسم لا النافية للجنس أن يكون شبيها بالمضاف، كأن نقول لا طالبا علما. لاحظ هنا بقي التنوين في طالبا، وعلما هنا ليست مضافا إليه، ولكن نقول عنه تجاوز أنه شبيه بالمضاف. كيف نعرب اسم لا النافية للجنس إذا كان شبيها بالمضاف؟ يكون اسم لا النافية للجنس إذا كان شبيها بالمضاف يكون معربا أيضا منصوبا. إذن يأتي اسم لا النافية للجنس على ثلاثة أشكال، يمكن أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف. إذا أتى مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به، وإذا كان مضافا فإنه يكون معربا منصوبا.
وإذا كان اسم النافية للجنس شبيها بالمضاف فإنه أيضا يكون معربا منصوبا، وهكذا. إذن أعزائنا الطلاب، تناولنا في هذه الحلقة معنى لا النافية للجنس وشروط عملها عمل إن وأخواتها، وتناولنا أشكال اسمها وأحكامه. هذا، ونرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا بهذه الحلقة، على الرجاء اللقاء بكم في حلقات أخرى ممتعة مع اللغة العربية وفنون البلاغة وقواعد النحو. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.